احنا بنبذل جهد كبير قوي عشان نخفف ما امكن عن اهلينا في القطاع من هذا التطور اللي احنا بنجابه دلوقتي. استشهد وأصيب عشرة الفلسطينيين جراء استمرار القصف الإسرائيلي على مناطق مأهولة بالسكان في جنوب ووسط وشمال قطاع غزة. أفادت مصادر طبية في غزة باستشهاد ستة أشخاص وإصابة عدد آخر جراء قصف استهدف منزلا مأهولا غرب معبر رفح جنوب القطاع، كما استهدفت قوات الاحتلال الإسرائيلي منزلا جنوبي خان يونس، مما أدى إلى استشهاد ثلاثة أشخاص. وبحسب أحدث إحصاء لمكتب الإعلام الحكومي في قطاع غزة، فقد ارتفعت حصيلة الشهداء جراء العدوان الإسرائيلي منذ 7 من أكتوبر الماضي إلى 17,490 شهيدا، من بينهم 7,870 طفلا و 6,121 امرأة. وسط دعوات أممية لإنهاء إزهاق أرواح الفلسطينيين، تصاعد العدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني بقطاع غزة، فمن الشمال إلى الجنوب لم يعد هناك مكان آمن يلجأ إليه الفلسطينيون. فبعدما ركز جيش الاحتلال هجومه البري في مرحلة أولى في شمال غزة، ووسع عملياته إلى الجنوب حيث يحتشد ما يقرب من 2,000,000 شخص، باتوا محاصرين في بقعة تضيق مساحتها تدريجياً. الغارات الإسرائيلية استهدفت منازل بمناطق برفح ودير البلح وجبلية وبني سهيلة والشيخ ناصر، ما أسفر عن استشهاد وإصابة المئات، حيث قالت وزارة الصحة في غزة إن 62 شهيداً و99 مصاباً وصلوا خلال الساعات 24 الماضية إلى مجمع ناصر الطبي جنوبي قطاع غزة، كما وصل إلى مستشفى شهداء الأقصى أكثر من 70 شهيداً و160 مصاباً. وفي مدينة غزة وخان يونس ودير البلح والنصيرات، تواصلت المواجهات بين جيش الاحتلال وكتائب المقاومة، بما يشمل عمليات برية وقصفا جويا وبحريا نفذها جيش الاحتلال الذي أعلن احتدام القتال خصوصا في قطاع خان يونس، واصفا إياه بأنه معقل مهم لحركة حماس. من جهتها أعلنت حماس أن مقاتليها أحبطوا محاولة إسرائيلية للوصول إلى أحد المحتجزين، حيث نشرت مقطع فيديو يظهر ما قالت إنها جثة محتجز، في حين أعلن جيش الاحتلال إصابة جنديين بجروح خطيرة خلال عملية فاشلة هدفت إلى تحرير الرهائن، كما ارتفع قتل الجنود الإسرائيليين إلى أكثر من 90 منذ بدء الاجتياح البري للقطاع. عقد أعضاء اللجنة الوزارية المكلفة من القمة العربية الإسلامية المشتركة غير العادية في العاصمة الأمريكية واشنطن، عقدوا جلسة مباحثات رسمية مع وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، وذلك بمشاركة وزير الخارجية سامح شكري. وشدد أعضاء اللجنة الوزارية على مطالبتهم الولايات المتحدة بتحمل مسؤوليتها واتخاذ ما يلزم من إجراءات لدفع الاحتلال الإسرائيلي نحو الوقف الفوري لإطلاق النار في غزة، معبرين عن امتعاضهم جراء استخدام الولايات المتحدة حق النقض الفيتو الذي منع صدور قرار عن مجلس الأمن الدولي يدعو وللمرة الثانية للوقف الفوري لإطلاق النار في قطاع غزة لأسباب إنسانية. وجدد أعضاء اللجنة الوزارية موقفهم الموحد إذا رفض مواصلة العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة. كما أدان الرئيس الفلسطيني محمود عباس استخدام الولايات المتحدة الأمريكية حق النقض الفيتو في مجلس الأمن الدولي لمنع المجلس من إصدار قرار يلزم إسرائيل بوقف عدوانها على قطاع غزة. ووصف الرئيس الفلسطيني الموقف الأمريكي بالعدواني وغير الأخلاقي، وبأنه انتهاك صارخ لكل القيم والمبادئ الإنسانية، محملا الولايات المتحدة مسؤولية ما يسيل من دماء فلسطينية في قطاع غزة على يد قوات الاحتلال الإسرائيلي نتيجة سياساتها المغزية المساندة للاحتلال والعدوان الإسرائيلي الهمجي. كما أكد عباس أن هذه السياسة الأمريكية تجعل من الولايات المتحدة شريكا في جريمة الإبادة الجماعية والتطهير العرقي وجرائم الحرب التي ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلي ضد الفلسطينيين في قطاع غزة والضفة الغربية والقدس، محذرا من أن هذه السياسة أصبحت تشكل خطرا على العالم وتهديدا للأمن والسلم الدوليين،
أضاف عباس أن القرار الأمريكي سيعطي ضوءا أخضرا إضافيا لدولة الاحتلال الإسرائيلي لمواصلة عدوانها على قطاع غزة، ومطالبا الأسرة الدولية بالبحث عن حلول لوقف حرب الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل. أكدت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية أنها تنظر بخطورة بالغة لفشل مجلس الأمن الدولي في اتخاذ قرار لوقف إطلاق النار الإنساني في غزة للمرة الثانية منذ بدء العدوان الإسرائيلي بسبب الفيتو الأمريكي. واعتبرت الخارجية الفلسطينية أن التطورات الأخيرة تظهر فشل المجتمع الدولي في حماية المدنيين للفلسطينيين والإجحاف بحق القانون الدولي ومصداقية مجلس الأمن الدولي وازدواجية المعايير الدولية بشأن المدنيين في العالم. Every further day means lives lost. Humanity must prevail. الأمن وصفه، ولكن يبدو أنه ليس فعلا. فقد أخفق مجلس الأمن للمرة الثانية في إمرار مشروع قرار يوقف المجزرة التي يشهدها قطاع غزة. الولايات المتحدة قدمت رخصة مستمرة للحليفة إسرائيل لارتكاب مزيد من القتل والتجويع بحق الفلسطينيين العزل في خطوة ستزيد من عزلتها الدبلوماسية. فمن بين 15 دولة وقفت الولايات المتحدة وحيدة تلوح بحق الفيتو، معللة أن مشروع القرار منفصل عن الواقع، ولا ندري عن أي واقع يتحدثون. بريطانيا اكتفت بالامتناع عن التصويت، ولقي مشروع القرار دعماً من نحو 100 دولة، وسلط الضوء على الوضع الكارثي في قطاع غزة، وطالب بوقف فوري لإطلاق النار لأسباب إنسانية، كما دعا النص إلى حماية المدنيين والإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الرهائن وضمان وصول مساعدة إنسانية. Cease fire. Cease fire. Save lives. الجلسة الطارئة لمجلس الأمن جاءت بعد أن قام الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش بتفعيل المادة 99 من ميثاق المنظمة، والتي حذر خلالها من وجود تهديد عالمي جراء الحرب المستمرة منذ أكثر من شهرين. For the protection of civilians and for the urgent delivery of life-saving aid. وما بين الانتقاد والتنديد جاءت ردود الفعل على نتيجة التصويت، ووصف المندوب الفلسطيني لدى الأمم المتحدة رياض منصور النتيجة بالكارثية، مؤكداً أن ملايين الأرواح الفلسطينية على المحك، فيما اعتبره رئيس الوزراء محمد شتية وصمة عار. التاريخ لن يرحم من استباح وقتل بدم بارد ومن وقف مكتفياً بدور المتفرج. We'll be right back.
حذرت الأمم المتحدة من أن الموقف الإنساني في قطاع غزة بات على شفا الانهيار التام بسبب الحرب التي تشنها القوات الإسرائيلية على سكان القطاع منذ 7 أكتوبر الماضي. أكدت الأمم المتحدة أن المأساة الإنسانية في غزة غير مسبوقة على مر التاريخ، محذرة من العواقب الوخيمة الناجمة عن الفشل في التوصل لوقف إطلاق النار في قطاع غزة ووضع نهاية لمأساة سكان القطاع من المدنيين. قدمت فلسطين و17 دولة مشروع قرار إلى منظمة الصحة العالمية لمطالبة إسرائيل بالاحترام الكامل لالتزاماتها بحماية الطواقم الطبية والإنسانية في قطاع غزة. ومن المقرر أن يتم النظر في النص غدا الأحد خلال جلسة خاصة للمجلس التنفيذي لمنظمة الصحة العالمية تعقد لمناقشة الوضع الصحي في الأراضي الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية. هذا ويعرب مشروع القرار عن القلق العميق حيال الوضع الإنساني الكارثي في الأراضي الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية، ولا سيما حيال العمليات العسكرية والضرر الكبير الذي لحق بقطاع الصحة العامة في قطاع غزة. أعلن الهلال الأحمر الفلسطيني توقف مضخات مياه الشرب والصرف الصحي في قطاع غزة نتيجة للأوضاع المتفاقمة في القطاع ونقص الوقود. وحذر الهلال الأحمر الفلسطيني من خطورة اختلاط مياه الشرب بالصرف الصحي في القطاع، وهو ما سينجم عن ذلك انتشار الأمراض، لافتا إلى معاناة مناطق في شمال غزة من توقف خدمة الإسعاف نتيجة نقص الوقود، وكذلك توقف كافة المستشفيات عن الخدمة نتيجة الحصار أو الاستهداف أو نفاد المستلزمات الطبية الخاصة بها.